بين السطور. أهلا بكم من جديد على أثير مونتي كارلو الدولية باللغة العربية. دائما نذهب إلى المملكة المغربية هذه المرة لمناقشة ملف الحقوق والحريات، لا سيما وأن هذا الملف لا يزال على الواجهة من قبل النشطاء والحقوقيين المغاربة الذين يتظاهرون من وقت لآخر. كانت هناك تظاهرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تثير هذا الموضوع. نتذكر أيضا أنه قبل شهر كانت الجريدة الأمريكية الواشنطن بوست قد أثارت مسألة حرية التعبير في المملكة المغربية من خلال افتتاحيتها حول المحاكمات التي شهدها المغرب خلال الفترة الأخيرة. وللحديث حول هذا الملف معنا عبر الهاتف السيد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والسيد الصحفي والإعلامي المغربي محمد الراضي الليلي. أهلا بكما على أثير مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيد إدريس السدراوي. يعني في البداية اليوم، على الرغم من أن في مجال الاقتصاد تحديدا والأعمال، الدراسات الأخيرة منها أيضا دراسة لمجلة فوربس الدولية التي نشرتها على موقعها أن المغرب يأتي في مركز متقدم لقائمة أفضل البلدان لممارسة الأنشطة التجارية، لكن فيما يبدو أنه على صعيد آخر فيما يخص الحقوق هناك بعض المشاكل. الصوت غير واضح، أنا لم أسمع السؤال بشكل واضح. مع الأسف سنحاول أن نصلح هذا الموضوع مع دوني كومبياجي في الإخراج، لأننا نواجه مشكلة في الخطوط هذه الأيام، ولكن سأواجه ربما هذا السؤال ريثما نصلح الموضوع. وجهه لك سيد محمد الراضي إذا كنت تستمع لنا بشكل أفضل. لا، سمعت السؤال. بحكم أني يعني صحفي مغربي مارس مهنته الصحفية داخل التلفزيون والإذاعة الوطنية المغربية لمدة 14 سنة، وبحكم يعني متابعاتي اليومية لموضوع الحقوق والحريات في المغرب، خاصة في الفترة الأخيرة مع وصول حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المركز في الفترة الأخيرة، أعتقد على أن هناك تراجع في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحرية التعبير أساسا. وهذا الأمر يتجلى في العديد من القضايا، وأجل هذه القضايا هي قضية الشخصية. إذ يعني اشتغلت داخل التلفزيون، وحينما عبرت عن رأيي فيما يتعلق بإصلاح هذه المؤسسة التي هي في ملك المغاربة جميعا، وكان شريط الفيديو الذي صورته في باريس في يونيو 2013 مع إحدى الإذاعات المحلية سببا في إقصائي الغير مفهوم من عملي، بل وطردي من عملي بعد 14 سنة. واليوم قضيتي هي قضية مهنية وأيضا قضية حقوقية، وتتعلق أيضا بوجه من الأوجه هي قضية لمنع من ممارسة مهنتي الصحفية وإبعادي خارج المؤسسة. وحينما لجأت إلى أكثر من مؤسسة رسمية في المغرب، وحينما يعني نظمت 57 لقاء جماهيري في المغرب، وحينما ذهبت أيضا إلى إسبانيا ناقلا هذه القضية وقمت هناك لقاءين دوليين تضامنيين في إسبانيا، واستضيف أيضا من طرف التلفزيون الإسباني، صمت الدولة المغربية بكل مؤسساتها بما فيها الوزراء، بما فيها وزارة الإعلام المغربية، بما فيها مؤسسة الشركة الوطنية إذاعة وتلفزة، صمت أذانها عن هذه القضية وواصلت اليوم يعني دفن رؤوسها في الرمال، مقدمة يعني صورة سيئة لموضوع حرية التعبير في المغرب ولموضوع الحريات والحقوق. كيف بأي مواطن مغربي عبر عن رأيه الإصلاحي لمؤسسة من المفترض أن تكون صوت المواطن وصورة المواطن ومؤسسة إعلامية قريبة من اهتمامات المواطن، يجد نفسه خارج المؤسسة، بل يعني يجد نفسه ايضا في تهمه خطيره جدا هي التشكيك في المواطنه. كل اليوم الذي يتحدث عن اوضاع حقوق الانسان والحريات في المغرب، اذا كان جنوبيا فانه يتهم بعدم المغربيه، اذا كان من مناطق اخرى يبحثون له عن تهم، والامثله كثيرا. قضيه زكريا
المؤمنة التي لا زالت لم تجد طريقها إلى الحل. اليوم كنت حضرت ندوة صحفية لمقاول اسمه سعيد الشقروني الذي يعني فقد أموالا ضخمة بسبب عدم استقلالية القضاء. اليوم كذلك كنت خلال المسيرة مسيرة الرباط التي نظمها الأساتذة المتدربون من كل ربوع المغرب وجاءوا إلى مدينة الرباط للاعتراض على مرسومين سيحرمانهما من التوظيف المباشر وأيضا موضوع المنحة. وهذه المشاهد التي تتكرر اليوم يمكن لا يمر يوم في المغرب بدون الحديث عن قضية حقوقية ويعني وحتى ذهابها إلى الباب المسدود. لا لا, لا طيب. أنا اليوم يعني 30 شهر 30 شهر حوالي 30 شهر من الخروج الإعلامي ومن اللقاءات ومن المقالات الصحفية. تابعنا المناشدة التي أيضا نشدتها لملك المغرب وهذه القضية. هناك الكثير من الأشخاص فيما يخص الصحفيين والإعلاميين مثل توفيق بوعشرين وغيرهم من الشخصيات. أتوجه إلى السيد إدريس سدراوي، أتمنى أنك تسمعنا بشكل أفضل الآن. يعني ما الذي يحدث؟ نحن نسمع دائما من بعيد عن المملكة المغربية أن حرية التعبير مكفولة، أن الجميع يتحدث بحرية طالما لم مثلا يطل الذات الملكية، ولكن غير ذلك حرية التعبير متاحة. فما الذي يحدث اليوم مع هذه القضايا التي تتوالى؟ نعم سيدتي، كان الاعتقاد سائد أن المغرب بعد دستور 2011 وما تضمنه من إشارات ذات صبغة حقوقية أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة تجسد فيها دولة الحق والقانون وتقطع مع الممارسات السابقة المتجلية في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة. لكن مع كل أسف بعدما الآن ما يقارب 4 سنوات لا شيء تغير في المجمل، وخلافا لما تروجه وسائل الإعلام الرسمية المتحكم فيها والتي تقصى منها الجمعيات الحقوقية بشكل صارخ، فإن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود الذي يعتمد على الاحترام الفعلي لهذه الحقوق وتنزيل الخطاب الرسمي للدولة المغربية الممارسة. مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تم منع مسيرة نظمتها الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان بمشاركة الائتلاف الدولي للحقوق والحريات بفرنسا. منعنا بشكل صارخ، منعنا من عدة مسيرات، نمنع من الاحتجاج. بالأمس تم الاعتداء على عضو المكتب التنفيذي ولا زالت طارحة فراش من طرف القوات العمومية، الشيء الذي يبين أن التصديق على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق إنسان لا يتناسب مطلقا مع التفعيل الحقيقي لمقتضياتها واقعا وتشريعا وممارسة، وأن ما يتضمنه دستور يوليوز 2011 من تأكيد على احترام حقوق الإنسان في الفصل، أول مرة في تاريخ المغرب يكون هناك فصل خاص بالحقوق والحريات. هذا الفصل يختلف تماما عن الممارسة اليومية، فلم يعد المواطن البسيط المستهدف بهذه الانتهاكات فقط، بل استهدف التضييق والمنع معظم الجمعيات الحقوقية الوطنية ومن طرف معظم المؤسسات الحكومية والقضائية وغيرها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية. كلنا يتابع بشكل يومي تطورات المنع والتضييق والقمع والتدخلات العنيفة في حق مواطنين من مختلف الفئات، أساتذة، معطلين، دكاترة، مجازين، من كل فئات الاجتماعية هناك منع وقمع خطير، ويستهدف أيضا الجمعيات الحقوقية، بل تطور بشكل أكبر خصوصا بعد التصريحات الخطيرة التي قدمها وزير الداخلية داخل قبة البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، تهجم فيها على الحركة الحقوقية المغربية بكاملها واتهمها بخدمة أجندات خارجية وبالأضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة الإرهاب. وهذا شيء خطير، ربط عمل الجمعيات الحقوقية بعرقلة مكافحة الإرهاب. أحيلوا هذا التصريح إلى ما حدث في الوزارة السابقة أو في الحكومة السابقة في عهد الوزير الداخلية السابق، عندما استقبل في أوج الربيع العربي الجمعية الحقوقية وحضر معنا السيد مصطفى الرميد بصفته رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان أنذاك، كان حقوقيا واحتج وطالب إلى جانب الجمعية الحقوقية وزير الداخلية السابق
باحترام حق التظاهر واحترام حق المتظاهرين، لكن مع كل أسف الآن نلاحظ أمام أنظار وزير العدل كوزير وكذلك وزير الداخلية نتعرض لهجوم قوي ونتعرض لمنع وتضييق شاملة، حتى الجمعيات الحقوقية فبالأحرى المواطنين والصحفيين وكل فئات المجتمع. نعم، ابقى معنا سيد إدريس. أتوجه إلى السيد مختار الغزيوي رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية. أهلا بك سيد مختار، استمعت لما قاله الصحفي محمد الراضي وسيد إدريس السدراوي، وهنا أريد أن أعرف ربما هل أصبح ملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب التي أصبحت يعني منتشرة في كل أنحاء العالم وباتت هما موحدا في دول العالم، هل باتت منها أربكت المشهد وجعلت من السلطات ربما لا تفرق؟ والله سيدتي أنا أنصت منذ دقائق لما قاله المتدخلان السابقان الكريمان، يعني أنا أعتقد أنهم يتحدثان عن بلد آخر غير المغرب. أنا أعتقد أنهم يتحدثان عن بلد آخر غير هذا الذي أحيا فيه والذي أمارس فيه مهنة الصحافة يوميا، لا أمارسها في الندوات ولا أمارسها في المظاهرات ولا أمارسها في الملتقيات، ولكن أمارسها على أرض الواقع. نحن نشتغل في جريدة يومية في موقع إخباري ونعرف حقيقة سقف الحرية اليوم في المغرب الذي لا يمكن أن يقارن بأي بلد عربي آخر، وهذا كلام ليس للمزايدة ولكنه إحقاق للحق فقط. يعني لم نعد نحتاج نحن هنا في المغرب حتى للدفاع عن أنفسنا في هذا الأمر، لم يعد هناك أي طابو على الإطلاق في المغرب في الممارسة الصحفية. يمكن إذا كنت تمارس مهنتك وفق قواعدها ووفق أعرافها وفق أجنازها المعروفة، من الممكن أن تطرق أي موضوع أقولها بدون استثناء، ما في ذلك تناول كل ما يهم المؤسسة الملكية اليوم في المغرب، ما ذلك كل ما يهم الحياة السياسية. فيعني هذا التجني على بلد يعد نقطة الضوء الوحيدة في العالم العربي والإسلامي في مجال حرية الصحافة حقيقة هو أمر مؤلم. ثم حينما نأخذ قصصا وحكايات شخصية، يعني أنا أحترم كل واحد وأحترم كل من يعاني من أي شيء، لكن مثلا زميلنا وصديقنا محمد راضي الليلي، نحن تابعنا قصته، هو هناك إشكال إداري بين مهنته الأولى في التعليم بين مهنته في الإعلام، وكان هناك إشكال عاشه ونقله في مراحل معينة نحو قبيلته ونحو أشياء أخرى. أيضا الموضوع الذي تحدث عنه الأستاذ السدراوي عن التمويل الأجنبي للجمعيات في المغرب، هذا موضوع مطروح ويسائل استقلالية هذه الجمعيات، يعني لا ينبغي أن نصرخ بكثير الشعارات. طيب ماذا مثلا لكي نقول أمورا غير واقعية؟ مثلا فقط هناك جزئية، الكثير يتحدث عن قصة اتهام قاضيان أو مجموعة من القضاة بسبب تدوينات أو مقالات تم نشرها على الفيسبوك مثلا أو اتخاذ موقف سياسي، فما حقيقة ذلك؟ نعم، هناك خلافنا اليوم يجمع قاضيين بوزير العدل والسياد مصطفى الرميد الذي اتخذ في حقهما قرارا، وهذين القاضيين اليوم يخوضان معركتهما في الصحافة المغربية ويعيشان في المغرب ولم يعتقلا، وهناك تعاطف واسع في الصحافة المغربية بما فيها الصحيفة التي أديرها أنا الأحداث المغربية مع القاضي الهيني ومع القاضية أمال، وهناك هذا النقاش. هذا مجتمع حي، هذا مجتمع لم يعد يخشى طرح أي إشكال. أما بخصوص سؤال الإرهاب وتأثيره على الحرية، أعتقد أنكم في فرنسا مثلا عشتم في اللحظة الأخيرة بعد تفجيرات الجمعة 13 سؤالا حقيقيا يهم العلاقة بين الأمن وبين الحرية، بين توفير الحق الأول الأسمى في الحياة الذي هو الحق في الأمن الحق في الحياة للمواطن، وبين السماح لإرهابيين بمبررات شتى وبدلائل مختلفة لأنهم يعيثون في الأرض فسادا إلى درجة قتل الناس بهذه الشعارات الكبرى التي لا معنى لها. أعتقد أنه من حقنا هنا في المغرب أن نطالب ليس بقليل من العدل ولكن بقليل من الحق فقط في قراءة الواقع المغربي قراءة فعلية وحقيقية، لئلا أفاجأ وأنا الذي أدير جريدة تشتغل في المغرب بسماع كلام عن بلدي أنا أعرف أنه خاطئ وكاذب ومضلل. طيب هنا أعود إلى سيد محمد الراضي لأنك تحدثت عنه وأنا أعطيه حق الرد على ذلك. سيد محمد، استمعت لما قاله سيد مختار الغزيوي؟ نعم استمعت إليه، وأسف أن يكون زميلي يتحدث عن زميلي بهذه الترهات كما قلت وأؤكدها دائما. جريدة الأحداث المغربية من بين الجرائد المغربية التي تخلت عن قضية محمد راضي الليلي جهارا نهارا، وحينما كتبت بعض المقالات كانت تكتبها بإعاز من الطرف الآخر،
وهذا الأمر يمكن أن نقدمه بالحجة والدليل. فيما يتعلق بموضوع التعليم فهذا يعني هذه كذبة أطلقتها مديرة الأخبار فاطمة البارودي وصدقتها، يعني كذبت وصدقت نفسها. واليوم 20 مليون مغربي يعرفون بأن محمد راديلي اللي كان مذيعا للأخبار وصحفيا وغطى لفائدة التلفزيون المغربي في 12 بلدا، وحتى الجائزة الوحيدة التي تحصلت عليها التلفزة المغربية في مهرجان الجزيرة الأفلام الوثائقية منذ 2005 وحتى الآن هي جائزة محمد راضي ليلي وليست جائزة أي إنتاج تلفزي آخر. فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، نحن نفهم بأن هناك من الأشخاص الذي يقدم خدمة لبلده المغرب انطلاقا من قول الحقيقة، وهناك من يسيء إلى بلده المغرب من خلال إخفاء الحقيقة، وهذا الذي قام به الزميل المختار الغزيوي حينما يتحدث عن 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 الحريات وحقوق الإنسان. أطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يجعله في موقع يطرح على نفسه هذا التساؤل. طيب داني في الدقيقة الأخيرة سيد نعم. محمد، أن يعني أترك الكلمة للسيد إدريس السدراوي الذي استمع أيضا لما قاله السيد مختار الغزيوي، وربما لديه رد نختم به هذه الفقرة. سيد إدريس. نعم سيدتي، مع كل أسف الصحفي المختار الغزيوي يحاول أن يوضح أن النقاش في هذه الحلقة يدور بين اتجاهين، اتجاه يحاول خدمة مصلحة الوطن والدفاع عنه وهو اتجاهه هو وجريدته، واتجاه آخر يحاول تلطيخ سمعة البلد وتشويهه. بالعكس، نحن ندافع عن بلد ونحن أيضا نطالب ببلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ولذلك نواجهه بحقيقته من أجل إصلاح هذه الأوضاع. التحدث عن التمويل الأجنبي للجمعيات، نحن مثلا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وأقولها وأتحداها، بعد 5 سنوات من تأسيس، بعد حصولنا على الصفة الاستشارية داخل المجلس الاقتصادي والاستشاري بالأمم المتحدة، لم نحصل على فلس واحد. هذه حق يراد به باطل. شكرا جزيلا لك سيد إدريس السدراوي، شكرا جزيلا لك، وشكرا للصحفي محمد الرضا ليلي، وشكرا للسيد مختار الغزيوي. لدونيكم بياجي ولراجحة في التنسيق.